حدثنا عن الأجواء في شوارع الخرطوم قبل انطلاق هذه المظاهرات، ولماذا اختير لهذه المظاهرات هذه المرة شعار هبة سبتمبر؟ نعم، هنا هذه التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات اللجان هنا في ولاية الخرطوم في مدنها الثلاث، الخرطوم بحري وأم دربان، هي حددت وجهة هذه المظاهرات هو القصر الرئاسي. السلطات السودانية في الخرطوم استبقت هذه التظاهرات بإغلاق جسر المكنمر، وهو الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، وهو الذي يؤدي مباشرة إلى البوابات الجنوبية إلى القصر الرئاسي الذي حددته هذه المظاهرات لأن يكون نقطة للتظاهر. هذه التظاهرات سميت بهبة سبتمبر نتيجة لهذه التظاهرات التي انطلقت شرارتها في العام 2013 في شهر سبتمبر، يتم إحياء هذه الذكرى وفقا لبيان لتنسيقيات اللجان بولاية الخرطوم، إحياء ذكرى ثورة سبتمبر. هذه الثورة هي التي يعني انطلقت بموجبها ثورة ديسمبر في العام 2018، وتمت الإطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019 في شهر أبريل. هذه التظاهرات من بين مطالبها هي الحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين. هذه التظاهرات وفقا للتنسيقيات والقوى الثورية أنها تتخذ كل الوسائل السلمية من عصيان واعتصام وتظاهر وأيضا إضراب يعني استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. نعم. طيب طارق، ما بين دعوات للحوار ودعوات للتظاهر، كيف تبدو المعادلة السياسية في السودان؟ نعم، من القوى الثورية وأيضا تنسيقيات اللجان وكل القوى السياسية التي ناهضت ما جرى في 25 من أكتوبر الماضي والذي تصفه بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي، تقول إن كل الوسائل السلمية من عصيان واعتصام وتظاهر وإضراب هي الوسائل التي سوف يتم استخدامها بالرهان على الشارع في الوصول للحكم المدني وأيضا إنهاء ما تم في 25 من أكتوبر الماضي وتحقيق كل أهداف الثورة، بينما الطرف الآخر يراهن على الحوار وضرورة دعوة كل الأطراف السياسية السودانية وكل الفرقاء إلى التوافق الوطني وإلى تجاوز تعقيدات هذه الفترة الانتقالية بالرهان على الحوار في الوصول إلى استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. هنالك ترحيب تم بالأمس من قبل المجتمع الدولي بمشروع إعلان الدستور الانتقالي الذي عكفت عليه وطرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وجد ترحيبا من يعني القوى الدولية ومن المجتمع الدولي الذين يقولون بأن يعني هذا الدستور أو هذا المشروع هو يمهد الطريق إلى يعني إحداث اختراق في الأزمة السياسية، وأيضا رحب بهذه الخطوة مبدئيا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، وقال إنهم مع كل الخطوات والمساعي التي تهدف إلى الوصول إلى استقرار السودان وإلى فك كل التعقيدات التي تجابه وتواجه الانتقال الديمقراطي. طيب طارق، كلا الأطراف تنظر إلى الحل من زاويتها، ماذا عن الخبراء في السودان؟ هل ربما الغلبة للرافعة الشعبية أم للحوار الوطني؟ نعم، هنا كما أسلفت هنالك العديد من المبادرات، وبالطبع هذه المبادرات يعني من خلفها خبراء ومن خلفها قادة يعني شعبيين وربما من القيادات الأهلية وأيضا من القيادات الدينية، هي تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إحداث مقاربات وإلى مشتركات، إلى أرضية مشتركة ما بين كل الفرقاء. ولكن وفقا لمراقبين منى أنه وبالرغم من الدفع بعدد من المبادرات والمشاورات والمقترحات لفك
التعقيدات السياسية، إلا أن هنالك انعدام للثقة وأن هنالك تباعد للمواقف، وهو ما أطال أمد هذه الأزمة السياسية التي تبحث عن حلول. الطرف الآخر وهو الذي يدعو إلى هذا التظاهر هو يعني لاعب أصيل إن صح التعبير في المشهد السياسي، إذ إن هذه التظاهرات لم تتوقف وهي تدخل في شهرها 11، فمنذ 25 من أكتوبر الماضي للعام 2021 لم تهدى هذه التظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، وهي تراهن على كل الوسائل السلمية التي يعني ذكرتها والتي تتمثل في الاعتصام والعصيان والتظاهر والإضراب لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. إذن المعادلة الآن ما بين دعوات للحوار لإنهاء هذه الأزمة السياسية، وهنالك على الطرف الآخر أي القوى الثورية وتنسيقيات اللجان وكل المناهضين لما تم وما جرى في 25 من أكتوبر الماضي، هم يراهنون على الشارع وعلى مواصلة هذا التصعيد للوصول إلى يعني استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي. وكانت المؤسسة العسكرية في 4 يوليو من الشهر قبل الماضي قد أعلنت أنها انسحبت من العملية السياسية ومن الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية التي تتكون من اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. قالت إن هذا الانسحاب هو بمثابة التراجع التكتيكي نتيجة لضغط الشارع، إلا أن ما يزال الجيش يسيطر باتخاذ العديد من القرارات، لذلك هم يرون أن لابد من دستور يعني انتقالي ينهي ما تم في 25 من أكتوبر الماضي ويحدد هياكل الحكم للفترة الانتقالية.